tous. بصوا الخوت السلام عليكم مرحبا بكم الخوت في فيديو جديد ان شاء الله فيديو اليوم غادي نكون واحد الفيديو اللي واعر بزاف ديال بوجليد الخوت المهم الخوت كما كنعرفوا نسيت ما بارك لكم واسم مبروك الخوت كل عام وانتم بخير المهم الخوت هذا العام غادي يكون واحد العيد العيان بزاف الخوت ماشي بحال دوك الاعياد اللي كنا كندوزو ونصلى المهم صحة تاع الحوايج المهم الذبيحه خصنا نشوفوا هذا العام نعاود نصلى وبوجليد الخوت انا الخوت اللي كتشوفوا الخوت لابس دابا انا الخوت مع فسطاح في الضل الخوت مركزوش نخرج الا خرجت غنمشي فين نهز الخوت حتى يدور المهم لابس انا باش ندير لكم الفلوق الخوت واحد الفلوق غادي يكون قصير الخوت اللي يكون فيه ديك 10 دقائق عاد من بعد الخوت غادي يلوح لكم فلوق كامل الخوت دابا كاين فسطاح ساد ناصط الخوت هو هذاك الخوت ان شاء الله المهم حتى العام الجاي ان شاء الله ينبس الخوت هذا الوباء نعاودو عاوتاني باش نلبسوها ثاني العام الجاي ان شاء الله باذن الله المهم الخوت ما تنساوش تابوناو عندنا في القناه ديرو لايك ديرو سبسكرايب المهم بارطاجيو الفيديو المهم الخوت